يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء. وفي ما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، البداية من القاهرة فيها درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 22 والجو فيها حار، في الإسكندرية 27-23، في مطروح 28-23، في بورسعيد 29-23، في الإسماعيلية 31-22. أما في السويس درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 22، في العريش 29-22، في طابة 28-23، في شرم الشيخ 33-26، في الغردقة 33-26 أيضا، في الأقصر 35 والصغرى 24، في أسوان 36-24، في الوادي الجديد 35-22، في حلايب 31-28، وأخيرا في شلاتين 34-26. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.